لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة وطلبات الصف الخامس الابتدائي العام والأزهري، أهلا بكم ومرحبا ومع حصة مادة العلوم من دروسك أونلاين بأكاديمية الدارين. أهلا بكم، ومعانا في الحصة النهاردة زميلتكم في سنة خمسة منا بترحب بكم. أهلا بكم. معانا في الحصة النهاردة زميلتكم في النهاردة يا شباب هنبدأ مراجعتنا على المنهج. طبعا المراجعة دي شيء مهم جدا بعد ما درسنا موضوعات المنهج بنقراها تاني، والجزء اللي احنا مش عارفينه نأكد عليه، بعد كده بنحل أسئلة. حل الأسئلة بيثبت المعلومات، حل الأسئلة بيخليك تعرف تتدرب على شكل الامتحان بيجي ازاي. حل الأسئلة ياريت يكون من كتاب المدرسة، حل الأسئلة ياريت يكون بالورقة والقلم. علشان كده أنا جايب لكم النهاردة كتاب المدرسة جزء منه معانا هنا في الحصة. شايفين كده قدامنا على الشاشة صفحة كم يا منة؟ 70. صفحة 70 يا شباب، منا صاحبتكم فتحة زي ما انتوا شايفين كده ومعاكم كتاب المدرسة صفحة 70. صفحة 70 في الكتاب بتاعكم دي تدريبات على الفصل الدراسي، يعني شاملة لوحدات المنهج الثلاثة. صفحة 70 هنشوف أسئلة، هي تدريبات كتير هاخد منها جزء، وانتوا بقى حبايبي يحلوا البيت الأسئلة إن شاء الله. هناخد السؤال الأول في صفحة 70 وعنوانه اكتب المصطلح العلمي لتكون لكل مما يأتي. اول سؤال بيقول لي المواد التي تنجذب للمغناطيس. بالسؤال الاول مصطلح علمي، يعني ايه مصطلح علمي؟ لما يجي لي مصطلح علمي في الامتحان قبل ما نحل ديت معناها بيجيب لي جملة، الجملة دي بتشرح حاجة. ايه هي الحاجة اللي تملاها؟ ايه هي الحاجة اللي بتشرحها الجملة، او ايه هي الحاجة اللي بتتكلم عنها العبارة ديت؟ عبارة الاولانية بيقول لي ايه؟ المواد التي تنجذب للمغناطيس. ايه هي بقى يا منة؟ الاجابة مواد مغناطيسية. برافو، يبقى الاجابة المواد المغناطيسية. يهمني كمان ان حبيبنا يعرفوا يكتبوا كلمة المواد المغناطيسية. ليه؟ في ناس شطار بس ما بيعرفش في الامتحان يكتب كلمة مغناطيسي، يكتبها بالدال وناس تكتبها بالت مغناطيسي. بصوا كده، ادي كلمة مواد مغناطيسية. بصوا كده يا شباب كده في الشات هتلاقي كلمة مغناطيسي زي ما منا بالظبط زميلتكم منا كاتباها في كتاب المدرسة قدام الوقت. طيب السؤال التاني بيقول لي ايه؟ منطقة في المغناطيس تكون عندها القوة المغناطيسية أكبر ما يمكن. منطقة في المغناطيس بيكون عندها قوة المغناطيس أكبر ما يمكن. أي منها؟ الإجابة القطبين. القطبين، تمام. يبقى عند القطبين تتركز قوة المغناطيس. هو المغناطيس له كم قطب يا منها؟ قطب شمالي وقطب جنوبي. قطبين، قطب جنوبي وقطب شمالي، بنرمز للقطب الشمالي بشين والقطب الجنوبي بجيم، وبيلونوهم باللون الاحمر والازرق. في الكتاب في المعمل هتلاقي المغناطيس متلون باللون الاحمر والقطب الثاني متلون باللون الازرق. طيب ناخد السؤال اللي بعد كده، الحيز حول المغناطيس التي تظهر خلاله آثار القوة المغناطيسية. منها تقولها تاني، أنا أقولها مرة ومنها أقرأها لكم برضو مرة، يهمني برضو إحنا بنذاكر الشباب وإحنا بنذاكر يا حبايبي يا سنة خمسة. نعلي صوت إحنا بنقرأ، نشغل ها
كذا حاسة، حاسة الرؤية وحاسة السمع وحاسة اللمس، فده يثبت المعلومة أكتر، فده يثبت المعلومة أكتر. الحيز حول المغناطيس التي تظهر خلاله آثار القوة المغناطيسية. اقراها كده يا منة تاني ليه. الحيز حول المغناطيس الذي تظهر خلال آثار القوة المغناطيسية. الإجابة المجال المغناطيسي. تمام، برافو. المجال المغناطيسي. طيب بيقول لي رقم د، كائنات حية تقوم بتحليل الكائنات الميتة. كائنات حية تقوم بتحليل الكائنات الميتة. انا قريتها مرة ومنها تقراها مرة كمان. كائنات حية تقوم بتحليل الكائنات الميتة. مين؟ الكائنات المترممة. الكائنات المترممة. اتنين ميمة مترممة. تمام؟ هكتبها لكم شيء. استاذ امنة بتقول الكائنات المجهرية. احنا عندنا في سنة خمسة بناخدها اسمها كائنات مترممة، لانها احنا بندرس درس اسمه علاقات بين الكائنات الحية في مجال التغذية. ففي كائنات اسمها كائنات مفترسة، وكائنات اسمها مترممة، وكائنات اسمها متطفلة. فدي اللي بتحلل اسمها كائنات مترممة. نكتبها كده اهوت. وهي طبعا كلها كائنات مجهرية. تمام، كائنات مجهرية. تمام. السؤال اللي بعد كده يا شباب، علاقة غذائية بين كائنات يلتهم فيها الكائن الحي كائن حي آخر، اسمها العلاقة دي ايه؟ منا هتقرا كده تاني السؤال. علاقة غذائية بين كائنات يلتهم فيها الكائنات الحية كائنات أخرى. الإجابة الافتراس. الإجابة ليه؟ برافو يا منة، الافتراس. تمام، الافتراس، برافو. أنا ما عنديش هنا اللي عشان فاتح موبايل الوقت، ما عنديش علامة التسقيف، كنت سقفت اللي منا والأستاذة أمن. تمام. طيب الافتراس بيكون في كائنين، واحد ايه وواحد ايه؟ الأسد والغزالة. الأسد بيسمى ايه منا؟ مفترس. اسمه ايه؟ مفترس. طيب الغزالة اسمها ايه؟ فريسة. فريسة. الغزالة اسمها ايه؟ فريسة. يبقى اذا العلاقة الافتراس بين مفترس وفريس، بين مفترس وفريس. طيب السؤال اللي بعده، سؤال اكمل الجمل الاتية. المادة التي يمكن رؤية الاجسام خلفها بوضوح. المادة هدي، بصوا يعني ايه السؤال اللي فات كان اسمه مصطلح علمي زيه بالظبط، بس جاي لي في شكل اكمل. يعني حتى لو قال لي مصطلح علمي هو زيه بالظبط، بيسالني على المعلومه. ايه هي الايه الماده دي؟ اسمها ايه منا؟ الاجابه المواد الشفافه. تمام، برافو. المواد الشفافه. يبقى المواد الشفافه هي ماده يمكن رؤيه الاجسام خلفها بوضوح. مواد يمكن رؤية الأجسام خلفها بوضوح. احنا كان معانا زميلتنا اسمها شاهد من شوية. شاهد من الناس الشاطرة جدا، يا ريت تمنى تعرف تدخل تاني عشان تجاوب مع منا، وبتسبق منا الصراحة. يعني السؤال اللي بعد، تبدو الأجسام المعتمة، تبدو الأجسام المعتمة بلون الضوء الذي نقط ينعكس عليها بدون الضوء
الذي ينعكس عليها، بلين الضوء الذي ينعكس عليها. تمام. ما احنا عندنا الاجسام نوعين، معتمة وشفاف. الاجسام المعتمة بتعكس الضوء او تمتصه، لو امتصت الضوء كله يبقى لونها اسود، لونها اسود. اما لو عكس الضوء كله يبقى لونها ابيض، لونها ابيض. اما لو امتصت لون وعكست لون هتبدو بلون اللي هتعكسه، هتبدو باللون لايه اللي هتعكسه. لو في جسم احمر معنى كده بيعكس الضوء الاحمر، احنا بنراجعه مع بعض. طيب الاجسام الشفافه ديت بتنفذ خلالها الضوء ويكون ملونه بنفس اللون الذي سينفذ منها. يعني الزجاجه الخضراء معنى كده بيحصل ايه، بتمتص تسمح بنفاذ الضوء الاخضر، تسمح بنفاذ الضوء الايه الاخضر. تمام. يبقى احنا بس نكتب الاجابه ممكن في الشات استاذ امنه، معلش نتعب حضرتك. يبقى تبدو الاجسام المعتمه بلون الضوء الذي، نكتب كده، ينعكس عليها. ربنا يبارك في حضرتك. انا عشان بس الناس اللي بتحب يعني تحل شفوي، ما ينفعش احل شفوي بس، لازما اعرف اكتب الاجابه صح، لان الشاطر بيعرف حاجتين، يعرف يقول هو عارف ايه ويعرف يكتبه، يعرف يقوله ويعرف يكتبه. ده فرق بين واحد شاطر وواحد نص ونص. انا عايز حبايبي كلهم شطار. طب شطار ازاي؟ هنذاكر ورقه والقلم، واحنا بنحل الوقت في البيت نحل بالورقه والقلم. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ الاضواء الاحمر والاخضر والازرق، الاضواء الايه؟ الاحمر والاخضر والازرق تسمى الالوان الاوليه. تاني كده عشان الناس اللي نايمه تصحى كده. الضوء الاحمر والاخضر والازرق تسمى الالوان الاوليه. تمام، برافو يا من، تسمى الالوان الاوليه. احنا عندنا كم نوع من الاضواء؟ اضواء اوليه واضواء ثانويه. الاضواء الاوليه ثلاثه اللي احنا عندك اهو قصادك في السؤال، شايفينها؟ الاحمر والاخضر والازرق، دي اسمها اضواء اوليه. اما لما اخلط ضوء اولي مع ضوء اولي اخر بيطلع ضوء ثاني جديد اسمه ضوء ثانوي. عند خلط الضوء الاحمر والاخضر والازرق هيدي احساس باللون الايه؟ الابيض، يدي احساس باللون الابيض. يبقى عند خلط الاضواء الاوليه الثلاثه يعطي احساس بالضوء الابيض. طيب السؤال اللي بعده، فكره عمل ايه؟ السؤال دال، فين دال؟ هنا. فكره عمل الدينامو تعتمد على تحويل الطاقه ايه الى طاقه ايه؟ الدينامو يا منى بيحول الطاقه ايه؟ الطاقة حركية إلى طاقة كهربائية. الطاقة الحركية الكهربية. في ناس بقى تعقد على نفسها وتكتب كهربائية. طب ما أنت عندك سهل كلمة كهربية. كاف ه ر ب ي ت مربوطة. أسهل ما الشطار وعايز يكتب كهربائية. الأستاذة أمنة بتسأل إيه هو الدينامو؟ الدينامو احنا خدناه في الدرس بتاع الطاقه، ده موجود في العجله، في بيسموها الموبينه بتاعت العجله، معرفش مشهوره باسم ايه بالظبط الاسم الدارج، بس هو الاسم الاجنبي ليه اسمه دينامو. ده بيتركب في الدراجات، لما بتلف الدراجه الاطار بتاعها بيلامس بكره في الدينامو، فده جهاز هيحول الحركه بتاع الدراجه الى كهرباء. تاني حبايبي، ده أداة تركب في العجلة، دراجة يعني، بتلامس الجزء بكرة بتاعتها بتلامس الإطار بتاع العجلة. كل ما العجلة تتحرك هيلف البكرة، هتحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهرباء. طب أستاذة أمنة بتقول عرفته. طب عند حضرتك اسمه إيه في يعني الاسم الدارج ليه إيه؟ يعني إحنا عندنا له اسمين، دينامو ده في الكتاب. اما بعض اللهجات يسموه موبينة العجلة. نشوف كده حاجة جديدة.
انا بصراحة بتعلم كتير يعني استاذ امنا لما يكون معانا في الدعم الفني بيكون الحصة جميلة جدا ومفيدة الصراحة. يستخدم البحارة، استخدم البحارة نقط اثناء ابحارهم في المحيطات. الله يبارك في حضرتك. يستخدم البحارة ايه؟ البوصلة. يستخدم الايه تاني؟ عايز صح الناس بقى النايمة دي الايه؟ البوصلة. يستعملوا ايه؟ البوصلة. تاني. البوصلة. تاني. البوصلة. 20 مرة كده نقول البوصلة 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 البوصلة. يبقى البوصلة أداة لتحديد اتجاهات والبحارة بيستخدموها في المحيطات. تمام الله ينور. حبيبي رقم 4 أهلا بيك. في حد معانا زميل حبيبي معانا رقم 4، اتمنى نكتب الاسم، انا احب عندي حد باسمه، ابعتز باسم، اعتز باسم فلان. اسمك ايه طيب 4؟ ممكن تشارك معانا في الشات. يعتبر نقط مذيبا عاما. مذيب عام يعني اشهر مذيب. لقدرته على إذابة العديد من المواد، يعني بيدوب في معظم المواد. ايه هو؟ المياه. المياه، او نكتب بقى في الكتاب الماء، نكتبها ايه؟ الماء. ووتر صح؟ الماء. رقم زي أو هو رقم زين، يعتبر نقط من طرق فصل المخاليط. الترشيح. تمام الترشيح. وشفنا فصل المخاليط، كنا بنستعمل المغناطيس وبنستعمل التبخير وبنستعمل الترشيح، يعني في كذا طريقة الصراحة، منا اختارت منهم الايه؟ الترشيح. منا اختارت الترشيح. تمام يا من، الترشيح نكتبها كده. على فكرة عندي كتابة برضو على السبورة بس بيبقى بطيئة شوية، يعني مش الأستاذة أمنة بس اللي بتكتب في الشات أهو. بصوا كده سبقتني، وبعدين بقى الكمبيوتر بقى متكسفنيش. يلا يا كمبيوتر خليك شاطر يا كمبيوتر. منا بتضحك أهو، الكمبيوتر برضو بتاعي شاطر زي منا كده. الترشيح بس طبعا مش أشطر من الكمبيوتر بتاع الأستاذة أمنة. طيب يا شباب، احنا خدنا نموذج ليه ده؟ خدنا نموذج ها من تدريب واحد. هتلاقي بص في الكتاب بقى، انا مش هسيبك بقى تحل الاسئله دي، اسئله كتير صراحه، اسئله جميله وكتيره موجوده، عمال اقلب لكم في الاسئله دي. الاسئله الحلوه دي كلها في كتاب المدرسه بتاعك. تدريب 2 اهو، كذا تدريب. حضرتك حل وارجع تاني، مش عارف حاجة ارجع الدرس وشوفها في الدرس. مش عارف وعندك سؤال حطه على الايفنت. استاذ امنة هتكتب لكم الرابط بتاع الايفنت الوقت ده، رابط ممكن الناس اللي بتشوف الفيديو تبدأ تحل الاسئلة ديت. لقيت فيها مشكلة هتكتبها على النت عادي، نسأل المستر نسأل ماما، مهم حل الاسئلة دي كلها، اتسلى كل يوم سؤال. ادي اسئلة، شوف كده عامل ايه. الامتحان مش طويل كده، الامتحان مش طويل كده، الامتحان بيكون اسئلة زي كده. هنشوف شكل الامتحان في اسئلة عاملة ازاي. هو برضو جايبها لك اهو في الكتاب هنا يا شباب. بصوا ادي كده النموذج الاول ده، كده نماذج امتحان. في الامتحان بيجيب لك نقط، كل نقطة درجة. الشاطر اللي هيقفل الدرجات النهائية يبقى عارف، ها مش قصة بقى عارف كل الاسئلة، لا مفيش سؤال يضحك عليه. نشوف كده النموذج الاول صفحة كام يا منا النموذج ده؟
87. صفحة كم؟ 87. مكتبة المدرسة صفحة 87. ونشوف كده. ادي نموذج سؤال. تعال نشوف كم سؤال كده. ادي نموذج امتحان. اربع اسئلة يا شباب. كم سؤال؟ اربعة. اربع اسئلة. كل سؤال بنقطة في الامتحان. غير امتحان العملي. ده امتحان التحريري. السؤال الاول اهو، اكتب المصطلح العلمي. خدنا زي من شوية. مساحة مظلمة تتكون خلف الجسم المعتم. مساحة مظلمة تتكون خلف الجسم المعتم عندما يسقط عليه الضوء. الإجابة يا منى؟ الظل. الظل، تمام. الظل. يبقى الظل هي مساحة مظلمة تتكون خلف الجسم المعتم عندما يسقط عليه الضوء. يبقى التعريف ده تعريف الايه؟ الظل، تمام. القوة التي يجذب بها المغناطيس بعض الاشياء. القوة التي يجذب بها المغناطيس بعض الاشياء ده قوة ايه؟ اللي جمع قوة مغناطيسية. القوة المغناطيسية، عشان مهمة هتلاقيها بتتكرر كتير، تخش في الامتحان تلاقيها قدامك. القوة المغناطيسية، بكررها تاني، الناس تعرف تكتبها صح. الناس تكتبها بالت ونكتبها بالف. اعرف تستهجها ازاي. جهاز يستخدم في تحويل الطاقة الحركية الى طاقة كهربية. كان لسه معانا من شوية مين؟ الدينامو. تمام، الدينامو. حد تعرفه لما يبقى واحد شاطر كده يقول لك ده دينامو، ده يعني عمال يذاكر يذاكر، يعني بيحول طاقات حلوة عنده. علاقة غذائية بين فرس النهر وبعض الطيور. علاقة غذائية بين فرس النهر وبعض الطيور. إفادة. تمام، اسمها يا شباب إفادة. ما هو التكافل يا أستاذة أمنة، زي ما حبايبي المذاكرين عارفين التكافل نوعين. التكافل ايه؟ نوعين. هو كائن وكائن، اتنين كائن حي. لو الاتنين بيفيد كل واحد التاني اسمه تبادل منفعة. اسمه ايه؟ تبادل منفعة. طيب التاني بقى، ان واحد بيستفاد والتاني ولا بيستفاد ولا بينضر. مفيش ولا ضرر ولا افاد، واحد بس اللي بيستفاد. وكنا عملناها المرة اللي فاتت ازاي؟ قلنا هيبصوا كده، خدنا دي واحد. طيب شايفين الرسمتين دول يا شباب؟ في الرسمة الاولانية دي، ده واحد بيستفاد والتاني بيستفادش ولا بينضر. ادي اسمها افادة، اللي هي المثال بتاعها فرس النهر وبعض الطيور. فرس النهر مش هيستفيد حاجة. اما لو الاتنين بيستفيدوا يبقى اسمها تبادل منفعة. اسمها ايه؟ تبادل منفعة. يبقى المثال اللي عندنا اسمه ايه؟ افادة. اسمه افادة. طب اللي هيكتب تكافل صح ممكن المستر مشاه صح، بس الشاطر اكتر يكتب ايه؟ زي ما خدنا كده في الدرس، افادة. تمام؟ في سؤال؟ في سؤال يا منى؟ لا. تمام، ناخد السؤال التاني. بيقول لي ضع علامة صح او علامة غلط امام كل عبارة مما يلي مع تصحيح الخطأ اذا وجد. اخر كلمتين قلتهم ايه؟ مع تصحيح الخطأ اذا وجد. دي معناها ان لو شايف غلط لابد تصححه، يبقى عليها نص درجة انت تقول، والنص التاني على التصحيح. السؤال الاولاني، المذيب. المذيب سائل تذوب فيه مادة صلبة. صح. يبقى أول حاجة دي إجابة إيه؟ صحيح. في القلم، تعالى يا قلم. إجابة صحيح. تمام.
لا ترتبط رقم اتنين، لا ترتبط الكائنات الحية بعلاقات غذائية؟ غلط. ها؟ افتراس التكافل الترمم. يعني ترتبط وفي علاقات اهي منا بتقول عليها افتراس وترمم وتطفل وترمم، صح؟ يبقى هنا لا ديت هي ترتبط، عشان كده اجابة ايه؟ غلط. ثلاثة، يؤدي التفاعل بين مكونات البيئة إلى اختلال التوازن البيئي، صح يا منى؟ غلط، إلى حفظ واستمرار. تمام، بيؤدي إلى حفظ واستمرار. غلط، صح يا مستر، منى قايلة غلط، صح منى صح، الإجابة غلط، عشان بيؤدي إلى حفظ واستمرار التوازن البيئي. اه شوفوا الكتابة هنا صعبة شوية غير وانت بتكتبوا بالقلم معاك في الصفحة. الى حفظ التوازن البيئي. تمام. تمام شكرا يا استاذ. السؤال الثالث، اكمل الجمل الاتية. عندما ينتقل الضوء بين وسطين شفافين مختلفين يحدث له، عندما ينتقل الضوء بين وسطين شفافين مختلفين يحدث له، الإجابة انكسار. تمام، يحدث له انكسار. تمام، لا الأستاذ أمنة جاوبت الأول. تتركز القوة المغناطيسية لمغناطيس في القطبين. ادام في حرف جر يبقى القطبين، احنا علوم بس نخليها برضو معقوله شويه، مش القطبان، القطبين، صح؟ فرق الناس شاطره في العرب، نكتب الايه؟ القطبين. منا بتقول القطبان، القطبين. السؤال الرابع، علل لما ياتي. الصوره المتكونه من خلال الثقوب الضيقة تكون مقلوبة. لأن الضوء يسير في خطوط مستقيمة. برافو يا منة. يبقى لأن الضوء يسير في خطوط مستقيمة. لأن الضوء يسير في خطوط مستقيمة. مهم عشان الناس اللي بتشوف الفيديو نكتبها لهم. لأن الضوء يسير في خط براحة من خطوط مستقيم. واضحة الإجابة هنا؟ طب السؤال اللي بعده بيقول لي الخشب مادة غير مغناطيسية. ليه الخشب مادة غير مغناطيسية؟ لأنه لا ينجذب للمغناطيس. تمام، لأنه لا ينجذب للمغناطيس. طب ممكن بقى منا سؤال بقى تاني تقول لأصحابنا كده، إيه اللي بينجذب للمغناطيس زي إيه وإيه؟ الدبابيس. الدبابيس، بس دي مصنوعة من إيه؟ مش كل المعادن على فكرة، الألومنيوم ما بينجذبش. إحنا عندنا خدناها إيه في درس المغناطيس؟ الحديد والنيكل. الحديد والايه؟ والنيكل. مين؟ والنيكل. الحديد النيكل. مش عايز تقول الحديد؟ الحديد والنيكل، قولي الاثنين. الحديد والنيكل. الحديد والنيكل اسمها مواد مغناطيسية، اما الخشب والالومنيوم والنحاس دي اسمها مواد غير مغناطيسية. يبقى لانه لا ينجذب للمغناطيس. طيب كده احنا ادي شكل امتحان. صعب الامتحان ده يا شباب؟ الفكرة ان انا ادرب نفسي، ادرب نفسي على الامتحان. ادرب نفسي على الامتحان ازاي؟ في كتاب المدرسة افتح كتاب المدرسة 87 ابدأ احل، واحل النموذج التاني هتلاقي برضو بصوا اسئلة جايب لي هنا قارن، تمام، جايب لي هنا صح وغلط، جايب لي اكمل، يبقى كام سؤال؟ اربع اسئله برضو. تعال نخش على السؤال النموذج الثالث، كام؟
امشي حله كله. اشوف شوف السلام من المصين الالومنيوم والنيكل والنحاس والخشب لسه واخدينه مين؟ ها النيكل. ويسير الضوء في خطوط ايه؟ مستقيمة. يا سلام. من امثلة الاضواء الاولية مين؟ مين؟ الاخضر. عندما تكون الصورة من خلال ثقب ضيق فانها تكون مقلوبة مكبرة. يا سلام. تسمى المادة اللي تذوب فيها المادة باسم بتدوب جواها المذيب اللي بتدوب فيها منا المذيب منا بتغلط ايه. طيب طبعا يذاكر يحل اسئلة حل أسئلة كتاب المدرسة. وصية وصية مهمة جدا كل أولياء الأمور وأصحابنا الشطار حل أسئلة كتاب المدرسة. افتح كتابك حل البيئة دي تمام. مش شرط أنت حافظ كل المنهج أو فاهم كل المنهج. من غير حل أسئلة بينقص الواحد كتير جدا. الشاطر هو اللي بيحل أسئلة قبل الامتحان. في نهاية حصص الترم الأول أشكركم وأتمنى لكم التوفيق وأراكم على خير في الترم الثاني إن شاء الله. واللي عنده أي سؤال بيحطه على الإيفنت. وبشكر الأستاذة أمنة والأستاذة زهراء في التسجيل وفريق دروسك أونلاين. شكرا لكم ونلتقي على خير وربنا يوفقكم. منا تقول لكم إيه؟ باي. بتقول لكم باي. يعني السلام عليكم.